السلام عليكم. قالت مصادر محلية أنه ما لا يقل عن 18 شخص توفوا اختناقا بسبب نقص مادة الأكسجين بمستشفى الأغواط. وتداول ناشطون على منصة فيسبوك هاشتاغ على أوسع نطاق جاء بعنوان أنقذوا الأغواط، وعرفت عدة مصحات بذات الولاية تذبذب كبير في التزود بالأكسجين، ما خلف العديد من الوفيات المصابين بفيروس كورونا. بعضهم كان في تحسن ملحوظ، ولكن انعدام الأكسجين تسبب في وفاته. هذا وسجلت الجزائر اليوم أدنى حصيلة منذ الموجة الثالثة، إذ تعرف الجزائر تراجع كبير في عدد الإصابات والوفيات يوما بعد يوم، وهذا راجع إلى تقيد المواطنين بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامات، وحتى الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة أتى بثماره، بالإضافة إلى اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين، ما ساهم وبنسبة كبيرة في ارتفاع الحالات التي شفيت وغادرت المستشفى. فيجب المساهمة في توفير المادة الحيوية والتي لا غنى عنها لمصابي فيروس كورونا لكل المستشفيات، وخاصة مستشفى الأغواط الذي يستغيثه.